سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. رائد من رواد النهضة الأدبية في الخليج العربي، وشاعر مرموق على نطاق العربية، والأمين العام لرابطة الأدباء بالكويت، ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الأستاذ الكبير أحمد السقاف. أهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك، وشكرا بهذه المقدمة التي ينطبق عليها قول القائل: لقد استسمنت ذا ورم ونفخت في غير ضرم. لا والله، أعتقد يعني أن كل مستمع الآن يعرف أن نحن لسنا في حاجة إلى النفخ في هذه الشخصية المرموقة على نطاق العالم العربي. العفو يا سيدي، شكرا. أستاذ أحمد، إذا سمحت لي أن أسألك سؤال وأنا أطل من نافذة مكتبك على الكويت وعلى تيار الحضارة يجري من تحت أقدامنا، ما هو رأي الشاعر فيما يتعلق بدور الشعر في عالم يزخر بالآلية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والمصانع تنتج والعالم يجري وهو شاعر محلق في الخيال؟ هل للشعر وجود في عصر المادة هذا؟ لا شك أن الشعر فن من الفنون الأخرى، يعني كالموسيقى والرسم والنحت وغير ذلك. هو فن يعبر عنه الإنسان بالحرف، كما أن الرسم يعبر عن الفنان بالريشة. ففي تقديري الشخصي وفي اعتقادي أن هذا الفن هو باقي، سواء كنا متخلفين أم كنا نركض مع الراكضين في مضمار التكنولوجيا والعلوم الحديثة وغيرها. لا يمكن أن يخلو مجتمع من المجتمعات من نبضات حس ومضات فكر معبر عنها بالكلمة، سواء كان هذا المجتمع بدائيا أو كان مجتمعا متطورا من المجتمعات المتقدمة اليوم. يعني سيادتك ترى أنه حيث يوجد القلب الإنساني الذي ينبض فسيوجد الشعر دائما؟ أنا أعتقد هذا، أنا أعتقد. هل نستطيع أن نرى مقياس لهذا في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم يعني الراكد نحو الحضارة؟ يعني هل لازل الشعر مكانته في اعتقاد سيادتك في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم المتقدم؟ هو الشعر له مكانته كأي فن من الفنون الأخرى، كل ما في الأمر أن التعقيدات التي طرأت على الحياة قد تجعل اهتمامات الناس بالحياة نفسها أكثر من اهتمامها إلى الالتفات الزائد نحو الفنون. يعني لو قلت مثلا قصيدة أخيرة بتعيد الإنسان إلى إنسانيته، بتوقفه أمام قلبه. أنا قلت منذ بضعة أيام قطعة شعرية بعنوان القسم المقدس، وهذه الأبيات قصدت من وراء كتابتها أن أذكر العربي بأن الصراع مع إسرائيل صراع طويل، وصراع لابد من أن ينتصر بانتصار القومية العربية والأمة العربية، لأنه صراع يستهدف الأرض ويستهدف الإنسان العربي ويستهدف الحضارة العربية. ولذلك جعلت عنوان القصيدة القسم المقدس، وقلت فيها: يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع،
يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع، يمينا يرددها المسلمون وتشغل في السعي من قد سعى، لئن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع، وقد آن للعرب أن يزحفوا إلى ثالث الحرمين معا. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه وادعى، وعربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم أدمعا، جبان وإن ملك الطائرات جبان وإن ملك المدفع، ونحن سلكنا دروب الخلاف وكنا لأحلامه مطمعا، وكنا كمن سار في بلقع فتاها وضيع ما ضيع. بني العرب عار على يعرب، قبولكم حاضرا مفزعا، كرامتكم أصبحت في الرغام وأرضكم للعدا مرتعا، فهبوا وقولوا إذا ما زحفتم، وقد زمجر القصف أو لعلعا، يمينا فلسطين لن نقدعا ولن نقبل الذل أو نركعا. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافئ وكل مزهرية، إلى فلسطين خذوني معكم. يا أيها الرجال أريد أن أعيش أو أموت كرجال، أصبح عندي الآن بندقية، أستاذ أحمد، هل لك أن تحدثني عن النهضة الأدبية في الخليج عموما، يعني إيه سماتها واتجاهاتها، وهل تصب في النهاية من أجل حس قومي شامل أم تلتفت إلى إقليمية إن صح هذا التعبير خاصة بالخليج؟ التصور الكامل عندي للنهضة الأدبية في الخليج العربي أن هذه النهضة اتجاهاتها اتجاهات قومية، ولا يمكن أن يكون اتجاهات الأدب في الخليج اتجاه إقليمي.
من المستحيل، لأن المشاركة الفعالة في هذه النهضة هي لأبناء البلاد العربية، سواء كانوا مصريين أم فلسطينيين أم لبنانيين أم سوريين. فلا يمكن والحالة هذا أن يكون الأدب أو أن تكون النهضة الأدبية في الخليج تتجه نحو الإقليمية، أو أن تكون مهتمة بالنزاعات الإقليمية. وأبناء الخليج أعتقد أنهم يتمتعون بحس قومي واضح. طيب، باعتبار حضرتك رائد من رواد هذه النهضة، يعني أريد أن أتتبع يعني مشرقها أو حتى فجرها إذا لزم الأمر. يعني سيادتك بترصد هذه الحركة بلا شك. صحيح. وعاصرت مولدها. نعم. يعني نعم، بالنسبة للخليج منذ أكثر من 40 سنة أو 50 سنة كانت هناك حركة أدبية متواضعة في الكويت وفي البحرين، ومن أبرز العاملين في الحركة الأدبية على سبيل المثال الحصر في البحرين هو الأستاذ الكبير إبراهيم العريض، وهو شاعر مربوق، وإن كان قد ترك الشعر منذ 15 عاما، ولكنه بعد أن أثرى الشعر بدواوين شعرية ممتازة جدا، وكانت له صولات وجولات في مجلة الرسالة لزيات رحمه الله، وغيرها من الصحف من المجلات الأدبية التي تعنى بالأدب والشعر والمقال. فكإبراهيم العريض وهو مثل للأدباء البارزين في البحرين وإن كانوا قلة، كذلك الحال بالنسبة للكويت منذ 50 سنة كان هناك فيه فئة تكتب وتنشر بعض المقالات في الخارج، وكان لها نشاط جيد، كخالد الفرج رحمه الله، وإن كان قد عاش متغربا في البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ولكنه من شعراء الكويت المعدودين، وكذلك المرحوم عبد اللطيف النصف، والمؤرخ الكويتي المشهور عبد العزيز الرشيد الذي توفي في أندونيسيا، وهو يجمع مع الأدب الناحية الدينية. كانت هناك محاولات أدبية، غير أن النهضة الأدبية برزت بشكل مقبول ومعقول بعد الحرب العالمية الثانية، ولتطور التعليم في منطقة الخليج العربي وبخاصة في الكويت والبحرين. وبعد ذلك أتى دور قطر، وابتدأت بعد عوائد النفط الجيدة وأخذت شقت طريقها مع الكويت والبحرين في النهضة الأدبية والشعرية، كذلك إمارات الخليج في السابق أو كما كانت تسمى الإمارات المتصالحة وأصبحت اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه نهضة حديثة بالنسبة لهذه الإمارات. بطبيعة الحال كما تعلمون بالنسبة لمسقط وهي جزء من الخليج العربي كان هناك ستار يحول دون اتصال سلطنة عمان بالكويت والخليج وغيرها في الظروف السابقة القديمة التي انتهت، ولكن بعلمي كان هناك أيضا شعراء كثيرون في عمان، وإن كانوا تقليديين بصورة ممعنة في التقليد أو الاهتمام باللفظ والقافية وغيرها أكثر من الاهتمام بالمعنى وبالصور الشعرية الجيدة المقبولة في هذا العصر، غير أن الحال تحسنت اليوم بعد انفتاح دولة عمان وبعد النهضة التعليمية الموجودة في هذه السلطنة وارتباطها بالخليج وانفتاحها على البلاد العربية ككل. وفيما يتعلق بالسعودية، المملكة العربية السعودية فيها نهضة أدبية قديمة جدا يعني، والحجاز معروف بالذات أن في نهضة أدبية وشعرية منذ عشرات السنين، وهي يعني فيها عدد كبير جدا من الأدباء والشعراء اللامعين الممتازين جدا لا يأتي عليهم الحصر يعني في كلام سريع كهذا.
وقطعا العراق لا حاجة بنا العراق قديم جدا وهو مركز كبير للشعر ويكفي أن يكون فيه النجف الأشرف الذي يتخرج فيه عشرات الشعراء بسبب الندوات والمحافل والمناسبات الدينية التي تتطلب الخطابة وتتطلب القصائد وغيرها. العراق يزخر بالشعراء وبالحركة الأدبية الضخمة. بمناسبة حديثك عن الندوات، يعني بلتقط هذه الفكرة العابرة، وهي إنه ملاحظ لدي على الأقل الندوة الأدبية تغيض تضمحل تتوارى ويحل محلها مثلا الصحيفة أو الإذاعة، أي أن الأدب يتحول من كم فيه قدر من العمق والمناقشة والاتصال الشخصي وجاذبية تلقي الفكرة من صاحبها جسدا وروحا ودما، يتحول إلى الورق وإلى آلات الحضارة الحديثة، فهو يتحول أيضا إلى ما يسمى بأدب الساندويتشات. معرفش في الكويت وفي الخليج ظاهرة الندوات، وأنا سمعت عن ندوة قريبة في صحف الكويت في الرابطة الأدب في الكويت. يا سيدي، أنا أعتقد أن أي ندوة أو أي محاضرة من المحاضرات تتوقف على الموضوع والمحاضر. الأدب كما أعرفه هو لخدمة الإنسان وليس للترفيه. متى أصبح الأدب للترفيه؟ عند ذاك لا يمكن أن يكون له جمهور يحب أن يستمع إليه أو أن يحتفل به. أما إن كان هذا الأدب موظفاً لخدمة الإنسان العربي ولقضاياه المصيرية، فلا بد من أن يكون هناك اهتمام كبير بهذا الأدب واهتمام كبير بالمحاضرين والذين يتكلمون في ندوات أدبية ذات معنى إنساني جيد. فعلى سبيل المثال الندوة التي أشرتم إليها الآن وأقيمت منذ يومين في رابطة الأدباء، هذه الندوة كان عنوانها القومية العربية والتحديات الراهنة، ومن العنوان تجدون أن القضية قضية مهمة جدا وأن الكلام سيكون فيها كلام مثير، وهذا الكلام لابد من أن يكون بين وبين الجمهور تفاعل. لذلك كان الواقفون أكثر من عدد الذين احتوتهم القاعة على الكراسي. فالقضية تتعلق بالمحاضرة بالندوة نفسها. إذا ما دعا أديب من الأدباء إلى الحديث عن قصيدة لبيد مثل معلقة لبيد أو معلقة مر القيس، فلا أعتقد أن هناك كثير من الجماهير ستزحف على هذه الندوة أو هذه المحاضرة. أما إذا جاء نزار قباني مثلا ستزحف الجماهير مثلا، لأن نزار قباني بالإضافة إلى كونه شاعرا رقيقا أو كما سماه الكثيرون شاعر المرأة، هو أيضا شاعر وطني له قصائد وطنية ممتازة جدا. طيب ما هو تفسير سيادتك لأنه الشعب العربي هو شعب غنائي بالطبيعة، الأغنية دخل في صميم مزاجه وحياته وفي دمه، فهو يغني في العمل ويغني في الراحة وأغلب ساعات الاستماع لأغاني، وهو يحارب أيضا بالأغنية إذا صح هذا التعبير، لأن الشعب العربي شعب حساس جدا، مرهف الحس، عاطفي. الشعب العربي شعب عاطفي، والشعوب العاطفية الحساسة جدا تميل إلى الأغاني وتميل إلى الطرب وتميل إلى الموسيقى وتميل. يعني هو الحقيقة كان سؤالي محدد، ليه بيقبل الشعب العربي على الغناء ولا يقبل على الموسيقى، مع أن الموسيقى المجردة هي فن رفيع جدا، وكلما ارتقى الإنسان حضاريا كلما أصبح اهتمامه بالموسيقى كلغة أكثر من اهتمامه يمكن بالكلمة. في سؤالك الرد وهو أن كلما ارتقى الإنسان كلما تم الموسيقى أكثر، فالشعب العربي نسبة الأمية فيه نسبة خطيرة جدا كبيرة جدا، ولذلك بيهتم بالأغنية أكثر من اهتمام بالموسيقى.
قد يكتفي بالمستقبل بالموسيقى ويستمتع بها دون أن يهتم بالأغنية. وفعلا هذا موجود حاليا وملموس. يعني عندي مثلا أنا في البيت أولادي بيهتموا بالموسيقى بيهتموا بالغناء يفتحون على الموسيقى ويستمعون الموسيقى لا يستمعون أغاني. وهذا صحيح. كلما تعلم الإنسان كلما مال إلى الموسيقى أكثر ما إلى الغناء. يعني زي مثلا زي كعلاقة الإنسان بالألوان، كلما تحضر أكثر كلما لجأ إلى الألوان الخفيف. اللي ما فيهاش صريخة، اللي ما يعني ليس فيها صراخ. نعم. وكلما بعد عن الحضارة كلما يعني بقلم وورقة بإمكانك أن تدرك نسبة الأمية الخطيرة الموجودة في الشعب العربي من خلال طريقة الاستماع من هنا من الكويت إلى المحيط. يعني هل يمكن أن نقول أن مصدر هذا هو برضو حب الشعب العربي للشعر، وقد بدأ الأدب العربي بالشعر يعني أنا قبل أي اعتبار آخر؟ أنا أعتقد الشعوب الأخرى أيضا كانت تهتم بالشعر بتهتم بس العربي بالذات. يعني حتى التفسير الحقيقي هو ما ذكرت حضرتك. يعني يقال أن الشعر بدأ قبل النثر في العالم العربي، وهذا مخالف لكل المقاييس في العالم في بلاد أخرى. يعني والله قضية أن الشعر بدأ قبل النثر هذا أمر مشكوك فيه، أشك أن يكون هذا، لأن أول ما يبدأ الإنسان هو بلغة التخاطب، تعال وروح وإلى آخره، فلا بد من أن يكون النثر هو الذي بدأ قبل الشعر. طيب على أي حال، يعني أنت قلت بنا جولة بتعكس حسك العربي في مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم العربي، التحديات يعني البالغة الصعوبة. يعني ممكن ننتقل إلى الجانب الإنساني في شعرك ونسمع بعض قصائدك في شتى المجالات الأخرى، وليكن في الغزل. أنت أعطيتني الضوء الأخضر ثم سيادتك ثم غيرت الضوء الأخضر حالا ثم قلت لي أي شيء في النواحي الإنسانية، فأعتقد أني يمكن بما أنك تطلب غزل فلا بأس من يعني أنا أتحمل المسؤولية دلوقتي فلا بأس من أن أقرأ قطعة قلتها أخيرا. عفوا أستاذ أحمد، فضل. أنا بأفضل أن نقول الحب وليس الغزل، فأي رأيك يعني؟ والله سيان الغزل يمكن لغويا بينطوي على شيء معين أو هدف معين أو كذا أو محاولات للغة بين اثنين قد تنقضي سريعا. نعم. أما الحب فهو أعمق. هذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك أنا أحاول أن أقرأ أبيات في الحب لا في الغزل. ليس معنى هذا أني لم أقول شيئا في الغزل. قطعة صغيرة بعنوان صلاة نقول فيها: ما حيلتي، ما حيلتي إن ضاع عقلي وتاه، أينفع الذكر وتجدي الصلاة؟ أنا الذي لا يتقي أعينا فتاكة أو يحتمي من شفاة، بليت بالحب ولكنني أكره أن تذكر عندي النجاة، خلقت للحب وآهاته، ما أجمل الحب بآه وآه، والشعر إن رق فمن بسمة من شادن أو نظرة من مها، أستغفر الله، فمن ذا الذي يعرض عن حسن براه الإله؟ يا جاحد النعمة هل لا رأت عيناك وردا غارقا في شذا، تنعش منه النفس آمالها، ويستمد القلب منه سنا، هلا رأت عيناك شمس الضحى والبدر في نور تعدى مدى، هلا رأت عيناك بعض الذي نراه، أم أنك ضد الحياة؟ مثلاً من أروع ما يمكن حقيقة يعني. يعني لو حبينا ندي صورة مجسمة
معبرة للأستاذ أحمد الثقافة فنجد في هذه القصيدة يعني، لكن بتقولها بمنتهى الصدق. أنا طبعا لم أعاشرك الحقيقة للأسف، ولم أطلع على كثير من نواحي إنتاجك الأدبي، لكن تصويرك أنك لا تحب النجاة من الشفاة ومن الخدود، وربطك ذا باعتبارها مقياس الحياة والورد الغريق، قصيدة جميلة ومليئة بالمعاني وبالتصوف والذوبان في الحب يعني فعلا. أتساءل، هل غنيت هذه القصيدة؟ لا أبدا، لأن منذ أيام فقط قلت هذه القطعة، ولذلك أنا ألقيتها الآن دون ورقة أو شيء، يعني شعري الجديد الحديث أحفظه لفترة بسيطة ثم ينسى. يعني بتساءل بهذه المناسبة، هل يعني هناك تيار يدفع المغنين إلى اختيار الكلمات السطحية التي فيها كثير من التفاهة والبعد عن كثير من الكلمات العظيمة؟ يعني أغلب الأغاني اللي بنسمعها لا شيء تتركه في النفس. صحيح، الحقيقة هناك تقصير من الشعراء أيضا، الشعراء لا يحتكون أو يتصلون بالملحنين وبالمغنين ليقدموا لهم ما عندهم من قطع شعرية جيدة تصلح للغناء، يعني أيضا المسؤولية تقع على الشعراء. مش عارف، زي النبات ما بيبحث عن طعام وجذوره تمتد تلقائيا إلى حيث يوجد غذاؤه الجيد، فالمفروض أن المغني الناضج يعني مثلا تجد أن لماذا تحرك محمد عبد الوهاب في مطلع العشرينات ولا الثلاثينات لست أدري عشان يتجه إلى شوقي، كأنما بغريزة تدفعه لهذا. لماذا كان يتجه المرحوم عبد الحليم حافظ إلى انتقاء كلماته ومراجعته؟ لماذا كانت تتجه الراحلة أم كلثوم إلى عيون الشعر العربي والقصائد؟ يعني أعتقد أن الفنان الجيد، ما في شك، نحن الآن في يعني في وقت في عصر يختلف عن ذلك العصر. في تلك الفترة فعلا كانوا مهتمين جدا بالشعر الفصيح وبتلحين الشعر الفصيح وغناء الشعر الفصيح، سواء كان لشوقي رحمه الله أو الأخطل الصغير أو علي محمود طه المهندس أو رامي شفاه الله وعافاه وأمد في حياته أو صالح جودت وغيرهم يعني من الشعراء. لكن في هذه الفترة أرى الاهتمام أو الركض وراء الكلام الضعيف العامي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأعتقد أنه لسهولته وسرعة تلحينه وسرعة غناه وإلى آخره. هل في هذه المناسبة نستطيع أن نستمع إلى أغنية خليجية تقترحها سيادتك؟ والله الأغاني الخليجية كثيرة، بس بالنسبة للمطربين المغنين الكويتيين صعب أني أختار من بينهم، لأنهم بالنسبة لي يعني يكادون يكونون في منزلة واحدة، لكن إذا كان ولابد من الاختيار فلتكن الأغنية يا ناعم العود يا سيد الملح، يا ناعم العود يا سيد الملح، يا ناعس الطرف ارحم حالتي، ليت للغرم حاكم الله لا اشتكي، ليت للغرم حاكم
قمر عيش يا نور الصباح يا قمر عيش يا نور الصباح أنظرك وتكفيك مني نظرتي ليث للغرم حاكم ليث للغرم حاكم حسرتي ليت للغرم حاكم ليت للغرم حاكم يعني أحسست في كلامك السابق رنة، يعني لا أستطيع أن أقول أنها يقينية، ولكن فيها شبه ميل إلى ما أستطيع أن أصفه بأنه ترفع على العامية. يعني لا أبدا، أنا لست ضد العامية، ولكني ضد الإغراق والإغال في العامية. لابد من أن ننتقل الآن في هذه المرحلة إلى لغة مشترك يفهمها الكويتي ويفهمها المغربي والتونسي والمصري والعراقي وإلى آخره، لغة بين العامية والفصحى، وهذا أمر سهل جدا. يعني في الأغنية العربية يمكن أن يلجأ شعراء العامية إلى النظم بلغة سهلة بين العامية والفصحى للارتفاع للارتقاء بالمستمع العربي، ولتكون الأغنية مفهومة والتمثيلية أيضا التمثيل مفهوم، المسرحية مفهومة. الآن نحن عندنا هنا في الكويت نشاط للمجلس الوطني للفنون والآداب، وذلك بإقامة أسابيع ثقافية للكويت في البلدان العربية. فإذا كانت المسرحية بلغة عامية كويتية لا يفهمها أحد، لا في تونس ولا في ليبيا ولا في مصر، حتى في مصر لا يفهم. يعني واضح أنه المسرحية لازم تكون باللهجة باللهجة عربية بلغة عربية بسيطة سهلة بين يعني بين العامية وبين الفصحى، وهذا أمر سهل. طيب لكن مع هذا أسمع أن هناك مدرسة جديدة في الشعر العامي نشأت في الكويت بيسموها شعراء النبط. النبط أو شعر الشعر ليس شعر النبط هو شعر جديد. أولا ما معنى النبط؟ فسر لنا سيادتك أي شعراء النبط. شعراء النبط، النبط باللغة العربية الفصحى هو العامي. وأذكر عمر بن الخطاب يقول لا تستنبطوا، يعني لا تتكلموا باللغة الأنباط الذين يتكلمون العامية. بعد الفتوحات الإسلامية، مع الفتوحات الإسلامية كان هناك قوم من العرب كثيرون جدا في العراق وفي سوريا يتكلمون العامية، لا يحسنون اللغة العربية الفصحى التي يتكلم بها أبناء الجزيرة العربية. هؤلاء يطلق عليهم أبناء الجزيرة العربية أرباب الفصحى، يطلقون عليهم الأنباط، وفلان استنبط يعني أصبح يتكلم العامية. فعمر قال لا تستنبطوا، أي لا تتكلموا العامية. ومن هنا أتت لفظة شعر النبط. شعر النبط يعني الشعر العامي، يعني سواء كان ابن المدينة ولا ابن الصحراء. هل هذا الاتجاه
نامي بينمو؟ موجود، نعم موجود، وهو موجود عندكم في مصر أيضا. هو شاعر البادية اللي بيرتجل. نعم في 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 مصر أيضا موجود عندكم زجل، سموه زجل. طبعا موجود زجل شعر عامي. واضح واضح يعني بنفرق بين الزجل اللي هو الكلام باللغة العامية المنظوم فقط، أما الشعر فاللي فيه خيال وفيه شعور. نعم. وكذا يعني نستطيع أن نقول صلاح شاهين وعبد الرحمن الأبيودي. ماذا تسمون مثل هذا؟ شعراء عاميين. شعراء عاميين. أما اللي بيقول كلام منظوم بس بالعامية زجل فهو زجال. فهنا عندنا في الكويت شعر النبط هو الشعر البادي، والشعر العام الشعر الشعبي هو شعر المدينة، الشعر العامي. وهذا التقسيم يشبه التقسيم الموجود عندكم إلى حد ما. بس والله برضو هذا الشعر النبطي بيتضمن كثير من الأخلاق، هو بيعبر عن نفس الإنسان في تلقائية وفي ارتجال، أحيانا بيكون له جماله وإبهاره جدا يعني. جدا فيه صور شعرية عجيبة جدا، لأن هذا الشاعر هو يملك القريحة، والقريحة هي تشبه في تقديري آلة التصوير، الكاميرا، تشبه الكاميرا. فهو كل ما في الأمر أنه لم يتعلم، لم يدرس اللغة العربية، لذلك الصور الشعرية يأتي بها في قالب عامي بألفاظ عامية. بس هناك صور شعرية جدا جميلة في الشعر العامي. صح. طب أستاذ أحمد، يعني في سؤال بيلح علي وبيلح على ناس كثيرين الحقيقة، هل اختفى هذا العصر الذي يمكن أن نسميه عصر الشوامخ؟ لأنه في فترة معينة كان العالم العربي يضج بشوامخ في شتى الميادين، في الفكر، في الأدب، في الفن، في العلوم، في الموسيقى، في الغناء. والآن بنحس أنه عصر الشوامخ حتى في التمثيل وغيره، بنحس أنه عصر الشوامخ بدأ يضمحل. فإيه رأيك في هذه الظاهرة؟ أي أنه لا يوجد الاسم الجهير اللي يرغم ملايين الجماهير على الالتفات إليه نتيجة عبقرية متوهجة في داخله. يعني عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد مثلا في الغناء في عصر واحد وما سبقه، والتمثيل في الشعر شوقي وحافظ، وفي الأدب إبراهيم عبد القادر المزني، وبرضو على هذا النطاق في العالم العربي. نعم نعم هذا صحيح. رغم هذا أعتقد لا، أعتقد لا. هنا في الوقت الحاضر فيه كثرة، الكثرة ملموسة جدا، كثرة الأدباء وكثرة الشعراء وكثرة لابد من أن تبرز بين هذه الكثرة شوامخ. القضية تحتاج إلى 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 وقت فقط. ليس معنى ذلك أن ذلك العصر انتهى وسيحرم هذا العصر من الشوامخ الذين أشرت إليهم. قد تكون الفترة التي نشأ فيها أولئك الشوامخ مكنتهم من أن يظهروا ويحتلوا تلك المكانة التي حظوا بها. لو ظهروا الآن لربما لم يحظوا بتلك المكان، لأن الأعداد كبيرة جدا، الثقافة اتسعت جدا، كان هناك جامعة صغيرة هي جامعة القاهرة، الآن عندكم أظن 10 أو 15 جامعة في مصر، البلاد العربية في كل بلد عربي بضع جامعات، أو على الأقل إذا كانت دولة صغيرة فيها جامعة، فالساحة واسعة جدا والأعداد هائلة جدا، ولابد من أن يظهر بالتنافس هؤلاء الشوامخ من جديد. لا صحيح. يعني وأعتقد أنه تعدد مجالات التعبير بيجعل ظهور الشوامخ مواش ملحوظ قوي، قد يكون هناك شوامخ لكن لا يلحظوا بنفس الدرجة. أضرب مثال بهذا، انه يعني في الفتره اللي احنا دخلنا فيها كمذيعين لم يكن هناك تلفزيون، فكان التركيز على الاذاعه، وكان مجرد تعيين مذيع جديد بيعتبر حدث، وكان اي برنامج بيعمل يكون برنامج جيد يتحدث عنه الناس جميعا. الان الاعمال الجيده تتوه لانه في قنوات متعدده. هذا صحيح، هذا صحيح جدا، هذا صحيح جدا. للعصر الذي نحن فيه يختلف كليا عن ذلك العصر المحدود. أستاذ أحمد، إذا سمحت هل نستطيع أن نسير مع قصة حياتك في وثبات سريعة لنعلم كيف بدأت عالمك الأدبي؟ والله يعني محاولات ساذجة، بادئ ذي بدء كما يبدأ أي إنسان آخر، ثم تدرجت ورأيت أن بإمكاني بالمثابرة بالجد
أن أتقدم في الطريق الذي اخترته لنفسي. فالقضية ليست يعني من لا هي من بالمصادفة ولا هي بالمعاناة فقط، لأن لا المعاناة يمكن أن تخلق من الإنسان شيئا مذكورا، ربما معاناة كبيرة جدا، ولكن لم يكن هناك استعداد فطري، وبخاصة في الشعر. يعني الشعر لا يأتي بالمعاناة والجد والدراسة. على سبيل المثال الأستاذ الكبير عميد الأدب العربي طه حسين، لو أراد أن يجرب حظه في الشعر لسقط، ولكنه كان عملاقا في الأدب وفي النقد. استعداد يعني. يعني القضية قضية الاستعداد. طب أستاذ أحمد، هل لنا الآن يعني أن نستمتع بعدد من شعرك؟ أولا تلقي إلقاء جيد بمنتهى الصدق، وحاول أن تجرفنا معك. قضية أنا شعري ألقي بمنتهى الصدق، ولكن غير ضمين بقضية هذا الانجراف. ليس عليك. لا أدري في أنا أعطيك هذه القطعة، أو أريد أن أتكلم في هذه القطعة، ولا أدري هل الوقت يسمح أو لا يسمح، لأن القطعة قد تأخذ بعض الوقت. كنت في أول ما استلمت المهمة الجديدة بعد أن تركت وزارة الإعلام، حينما كنت وكيلا لوزارة الإعلام وانتقلت إلى وزارة الخارجية لأتولى هذا العمل، وهو عضو المنتدب للهيئة العامة لجنوب الخليج العربي، وهي هيئة مسؤولة عن مد الواجب الأخوي نحو الأقطار العربية التي تحتاج في الجزيرة العربية. فكنت في مهمة ولأول مرة أزور فيها اليمن، فانطلقت من صنعاء، ولا أدري هل شاهدتم اليمن، انطلقت من صنعاء بالطريق المعبد الجيد نحو الحديدة. وفي منتصف الطريق، وكان الوقت قد تجاوز الثانية بعد الظهر، ومعي بعض الرفاق من الإخوة العاملين في مكتب دولة الكويت في صنعاء، المشرفين على الأعمال الإنشائية، بناء المدارس والمستشفيات، وبعض المسؤولين اليمنيين الذين رافقوني في الرحلة. وصلنا إلى منتصف الطريق، وهناك شاء الإخوة أن نستريح تحت شجرة، قالوا أن هناك شلال ويمكن أن نستريح عند الشلال، وهناك شجرة موجودة عند الشلال ونتغدى. وكان معنا خروف اشتريناه من الطريق، وذبح ذبحه الذي اشترينا منه من الراعي، وحزمة حطب. وأقبلنا على الشجرة، فرأيت الشجرة شجرة ضخمة جدا عند الشلال، وفي آخرها ما يشبه الفاكهة من بعد، فاعتقدت أنها شجرة فاكهة ولكنها غريبة لأنها ضخمة. حين سألت الإخوة ضحكوا وقالوا عندما تقترب تشاهد. وصلت إلى الشجرة فرأيت أن جميع أطراف الشجرة، أغصان الشجرة، منتهية بأعشاش غريبة جدا، أعشاش طيور محكمة الصنع بشكل مذهل. طير صغير أصفر يكون يبني عشة في آخر الغصن، ويخيط كخياطة مثل عمل الصوف التريكو بشكل متقن، وفتحة العش إلى أعلى، والعش مع الهبوب الرياح يهتز، ومحكم الصنع بشكل مذهل. فوصلنا إلى تحت الشجرة، ونزل الرفاق إلى البركة التي كونها الشلال للسباحة، وبقيت أشوي الخروف. وضعت الخروف حالة اندماج. نعم وضعت، لا أبدا، حالة اندماج مع لا أريد أن أسبح، الطقس بارد كان، والصيف بارد، كانت رحلة صيفية، صيف بارد ورذاذ ومطر، الأعشاش جذبتك جدا جدا، والطير جدا ركزت نظري إلى عش من واحد من الأعشاش، فشاهدت الطير يذهب ويغيب فترة ثم يعود، فيخرج من فم أو من فتحة العش تخرج ثلاثة أفواه صغار، فيعطي الأول ثم يذهب ويعود، ويعطي الثاني ثم يذهب ويعود، ويأتي بأكله ويعطي الثالث، ثم يبدأ من جديد ليعطي الأول دون أن يخطئ. يا سلام. فكانت صورة غريبة جدا، تأمل فعلا.
صورة غريبة جدا والطير أصفر وصغير وفي منتهى الذكاء، وكان على بعد بضعة أمتار شجرة يابسة عليها حمامة نوح. ده قصة. فأنا أعرف أن الحمامة تضع العش كيفما اتفق دون إحكام وفي أي مكان وتبيض، وهذا الطائر الصغير الذي لا يوازي عشر هذه الحمامة استطاع أن يبني هذا العش بإتقان جدا، فلا العظايا تستطيع أن تصل إليه، الزواحف لا تستطيع أن تصل إليه لأن الغصن سيهتز وترتمي الزواحف في الأرض، ولا الكواسر الطيور الكاسرة تستطيع أن تأكل هذه الصغار أو تأكل البيض لأن الغصن سيهتز ولا يحتمل وجودها عليه، ولا الرياح تؤثر فيه. فقلت أخذت القلم وتركت الرفاق في البركة يسبحون وبدأت أكتب. يقول: يا طير يا عصفور يا أصفر، ما لي إلى غيرك لا أنظر، يهنيك ما يسبي وما يسحر، ومنظر يزري به منظر، يا طير يا عصفور يا أصفر. يا طير أعشاشك فيها العجب، لم ترى عيني مثلها في الحقب، كم غرضا راعيت كم من سبب، وكم عذاب ذقت كم من تعب، يا طير يا عصفور يا أصفر. في آخر الأغصان شيدتها كالمهد للأفرخ أعددتها، تهزها الريح كما رمتها، أتقنت مبناها وأحكمتها، يا طير يا عصفور يا أصفر. السهل بالخضرة ما أروع، والأفق الممطر ما أوسع، وكل واد أرضه ممرعة، والرزق ميسور فعش في دعة، يا طير يا عصفور يا أصفر. الله للزقزقة الناعمة من أفرخ عارية جاثمة، تحس بالأطعمة القادمة، تجلبها في نشوة حالمة، يا طير يا عصفور يا أصفر. تقضي النهار الحلو بين الجنان، تسعى بروح مفعم بالحنان، لم تدري شيئا عن صروف الزمان، والليل تقضيه بعش الأمان، يا طير يا عصفور يا أصفر. انظر إلى الورقاء ذات النواح، تبكي على عش ذرته الرياح، وأفرخ ضاعت قبيل الصباح، لا أرجل تحملها لا جناح، يا طير يا عصفور يا أصفر. لو أتقنت مثلك ذاك البناء، واحتملت مثلك بعض العناء، لكان فيما شيدته النجاء، فالعمل المتقن سر البقاء، يا طير يا عصفور يا أصفر. يا طير حدثني عن الأقدمين، عن حمير عن سبأ عن معين، وعن حضارات السنين السنين، فأنت قصاص دقيق أمين، يا طير يا عصفور يا أصفر. لا تحزنا يا طير للذكريات، فكل ما ولى تولى وفات، فالقوم قد هبوا فما من سبات، والمجد إن جد قريب وآت، يا طير يا عصفور يا أصفر. رائع رائع ومعبر الحقيقة، وده بعتبره مسك الختام اللي جاي تلقائيا. وإذا كان حضرتك الحقيقة بتقول يا طير يا عصفور يا أصفر، فاسمح لي أقول لك يا طير يا غريد يا أحمد. شكرا يا سيدي، شكرا. وخبرني بحال
أشكرك وأحييك وأتمنى لك كل توفيق. شكرا شكرا يا حبيبي، وأنا أشكر لك هذه المقابلة النبيلة. شكرا. أيها السادة، شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد.